طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية. استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعدت منظومة أمان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل إلى 50%. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمام اللي شايل اسمها، وكل المنفذ ده اسعاره يعني مش موجوده في حته تانيه، ده حقيقي، وخدت اللي انا عايزه كله. فعلا شامل حاجات كويسه وحاجات اساسيه وجودتها كويسه وسعرها كويس. الاصناف كلها متاحه باسعار طبعا مختلفه عن الاسعار بره بالنسبه للسوق، المنتجات كلها موجوده وباسعار اقل. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. وعيشي حرة يا بلادي في كل الأزمنة ووقت لما تحتاجين. كما تطرح المنظومة هذه العبوات عبر منافذ متحركة، وهي سيارات تتوجه بها إلى الشوارع والميادين لضمان استفادة المواطنين من التخفيضات بأماكن كثيرة على مستوى الجمهورية، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان. مبادرة جميلة ممتازة، وفرت للناس كتير، يعتبر الحاجة اللي معروضة بأقل من نص الثمن كمان. بنشكر الرئيس على إن هو بيهتم بالناس الغلابة. ربنا يخليكم لنا وتحيا مصر. هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان، وبلدي جه التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد، ونشكر سيادته لتوفير السلع الغذائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.